احكي معاك الحكايه، بس دايما بقول، بس اقولها من البدايه. انتقال لاعب من الاسماعيلي للاهلي مباشره امر شديد الصعوبه. عايز احكي شويه قصه انتقال عمرو السوليه من النادي الاسماعيلي، وكنت منور ومتالق وملعلع بشكل غير عادي، الانتقال الى النادي الاهلي. جه ازاي؟ حدوته، مين اللي كلمك؟ كنت مصدق؟ ما كنتش مصدق؟ اكيد كان عندك عروض تانية. طبعا يعني وقت ما كنت موجود في النادي الاسماعيلي في اخر موسم ليا، كان في كلام من الاهلي ومن الزمالك، بس حضرتك زي ما انت عارف الحساسيه اللي بين الاسماعيلي والاهلي بين الجماهير كان مخلي الموضوع صعب شويه. وانا كانت رغبتي ان انا لو همشي من النادي الاسماعيلي جوه مصر كنت هروح الاهلي. يعني انا من اول يوم قلت ان انا لا، يعني الباب بتاع نادي الزمالك ده، مع احترامي لنادي الزمالك وجماهيره، انا كنت شايف نفسي يعني لعيب في النادي الاهلي لو همشي من الاسماعيلي بعد السنين دي كلها. ف كم سنة في النادي الإسماعيلي يا عمرو؟ كم سنة؟ من وانا عندي 12 سنة جوه الاسماعيلي. بس أنت أصلاً مش من الإسماعيلية. لا، من المنصورة. أصلاً منصورة. نعم. يعني حوالي 15 سنة جوه ما الاسماعيلي. شاء الله. فكانت رغبتي ان انا اروح النادي الاهلي. نعم. فكان في رفض من مجلس الاداره في الاسماعيلي ان انا اروح. فجي وقتها عرض الشعب الاماراتي ده، كان موسم يعني اشتروني من النادي الاسماعيلي. رحت لعبت هناك و اشتروك بقى خلاص، اشتروني خلاص، بقيت فري. بس يعني كنت مدي كلمه للنادي الاهلي ان انا لو هرجع هبقى هرجع هترجع النادي الاهلي عن طريقهم. نعم. فال يعني الامور ما مشيتش كويس. اول 6 شهور هناك وغيروا المدرب وغيروا المحترفين، فلقيت نفسي ان انا هقعد 6 شهور من غير ملعب ماتشات. فتنازلت عن الفلوس اللي باقيه ليا هناك، وتواصلنا مع النادي الاهلي ورجعت على طول. يعني انت اللي كلمتهم ولا هم اللي كانوا بيكلموك لا، دايما؟ كان في تواصل بين الوكيل بتاعي، كان كابتن تامر النحاس وقتها، نعم. مع النادي الاهلي. كان وقتها تقريبا كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو كان مدير رياضي. نعم. كان مدير رياضي وقتها. وخلاص يعني الكلام تم ان انا خلاص يعني مفيش حل هيتعمل غير ان انا اسيب الفلوس اللي باقيه لي هناك. ضحيت بمبلغ كبير. ما كانش كبير قوي يعني، بس قصاد ان انا ما اقعدش 6 شهور نعم. من غير ماتشات، يعني كان اي هيأثر عليا بالسلب. وانا كنت بفكر ان انا العب، فرجعت على طول على النادي الاهلي وتم التعاقد. يعني في دخلتك بقى على النادي الاهلي، شفت الدنيا عامله ازاي؟ ممكن في ناس بتتخض، ممكن في ناس بتدخل دخله ثقه، في ناس بتدخل اثبات وجود. الدخله كانت عامله ازاي؟ مين اول من استقبلك داخل النادي الاهلي، ومين اول من دربك داخل النادي الاهلي؟ لا، انا اول ما دخلت النادي الاهلي يعني كنت اول مره تدخل النادي؟ كنت اول مره ادخل النادي. وقتها كان موجود احمد حجازي وعبد الله السعيد. نعم. فكنت يعني حجازي عشره عمر يعني، ومتربيين طبعا سوا في حد الاسماعيلي. جميل حجازي ده، وعبد الله برضو اللي لعبنا مع بعض في الاسماعيلي. ف لعيبه موهوبين طبعا، غير بقى اللعيبه اللي كانت معايا في المنتخب الاولمبي والشباب، كويس، كان سعد سمير ومؤمن زكريا طبعا ربنا يشفيه، كان يا معايا في رب. المنتخب على طول. فدي اللعيبه يعني، كان معظم اللعيبه يعني بيني وبينهم ود وقريبين من بعض. فالموضوع ما كانش صعب بالنسبه لي يعني. الموضوع الاصعب اللي كان بالنسبه لي ان انا ازاي اثبت نفسي حلو وسط النجوم اللي كانت موجوده في نص الملعب، كابتن حسام غالي وكابتن حسام عاشور وعبد الله وقتها عبد الله السعيد. كان انا جاي من الاسماعيلي، كنت منتخب مصر وعامل مواسم حلوه مع الاسماعيلي وعامل ارقام كويسه، بس انت جاي على لعيبه نجوم في مكانها واساسيين في فرقتها. فكنت جاي بس ان انا اشتغل واعمل اللي عليا، واول ما تجيلي الفرصه حلو. خلاص امسك فيها.